السعودي دكتور بطرفي، أهلا بك. كيف تتعامل السعودية مع المساعي الأمريكية الجارية والتي ستشهد زخما في الأيام المقبلة من أجل الإعداد لليوم التالي لحرب غزة، وبينها التطبيع بين السعودية وإسرائيل؟ السعودية تدعم المساعي الأمريكية، المساعي الأوروبية، المساعي الدولية، منظمة الأمم المتحدة، أي جهة تريد أن تساهم في إحلال السلام في فلسطين مرحبا بها. ولكن المدهش، وهذا رأيي كمحلل سياسي، أن الحكومة الحالية في إسرائيل تقف سدا منيعا أمام كل الجهود التي تبذل من هذه الدول بقيادة الولايات المتحدة، ومن الدول العربية بقيادة المملكة العربية السعودية والدول الإسلامية وتمثلها أيضا السعودية، لإنهاء هذا القتل المستمر، الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، والذي يجعل من الصعب جدا أن نقوم بأي خطوة باتجاه السلام سواء في فلسطين أو مع الدول العربية والإسلامية. يعني برأيك المساعي الجارية والتي أجرت بشأنها مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف محادثات هذا الأسبوع في السعودية هي مبكرة وليست في محلها وليست في وقتها؟ نعم، بالعكس، يعني الجهود مرحب بها ولكن ليست كافية. يعني هي في النهاية تريد أن تقنع رئيس حكومة متطرفة في إسرائيل بالقبول بما يريده العالم كله، بما تمليه القوانين ما هو الدولية وقف النار؟ والإنسانية. نعم، وقف النار أولا، ثم اليوم التالي ماذا تريد بعد ذلك؟ الخروج من غزة، إعادة التعمير، الحلول السياسية للأزمة. كل هذه قضايا يعني بالعكس، بدل من أن تحل هي تزيد. الآن طيب عندنا الضفة الغربية فيها مشكلة، وعندنا جنوب لبنان فيه مشكلة. طيب دكتور بطرفي، كيف ينعكس الخلاف الإسرائيلي الأمريكي بشأن حرب غزة وما بعدها على الموقف السعودي من التطبيع مع إسرائيل؟ وهل السعودية مستعدة للسير بالتطبيع مع إسرائيل قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر، أم أنها تريد انتظار نتائج الانتخابات لتقرير يعني سياستها في هذا الشأن؟ قراءتي للموقف السعودي أنه غير مرتبط بمواعيد انتخابات لا في إسرائيل ولا في أمريكا، ولكن مواعيد إنهاء لهذه المجزرة التي تحدث في غزة، وحل باتجاه السلام بناء على المبادرة العربية التي تبنتها السعودية في بيروت في 2002 ومعها الدول العربية والإسلامية، لحل جذري للمشكلة، لأنه غزة هي يعني امتداد لمشكلة، هي ولكن هذه المشكلة ليست لم تكن المشكلة قائمة الأساسية. قبل 7 أكتوبر، وكان هناك عقد أيضا في عملية التطبيع. ولكن اليوم السعودية تشترط الحصول على طاقة نووية مدنية ومعاهدة دفاعية مع الولايات المتحدة مقابل التطبيع مع إسرائيل. هل حصلت الحكومة السعودية على ضمانات من إدارة بايدن بهذا الشأن في ظل هذه الاتصالات الجارية هذه الأيام؟ الشرط الأساسي للسعودية ليست هذه المطالب، الشرط الأساسي هو حل القضية الفلسطينية بناء على المبادرة العربية، وهي القائمة بدورها على صحيح القوانين صحيح، الدولية ولكن وعلى مطالب إذا كان نعم يمكن القول وليست شروط، وهما مطلب المعاهدة الأمنية والبرنامج النووي المدني. كل مطالب للسعودية تأتي ثانيا، فإذا أولا لم تتحقق، وبالتالي بطبيعة الحال أن ثانيا وثالثا لم تتحقق. أنا أعتقد أننا يجب أن نضع الفرس أمام العربة وليس العكس. الفرس وفرس الرهان في هذه الحالة هي حل القضية الفلسطينية، وعلى واضح. إسرائيل وأمريكا أن يدرك ذلك مبكرا، وإلا فنحن نضيع الوقت وندور في دوائر
مفرغة. سؤال أخير، سبب منع أحد أعضاء اللجنة الأمريكية للحرية الدينية من الدخول إلى موقع سياحي في السعودية لارتدائه القبعة اليهودية إشكالا، دفع الوفد إلى قطع زيارته الرسمية للمملكة، هل يعكس هذا الحادث تغييرا في الانفتاح السعودي على إسرائيل؟ أنا أعتقد أن المسألة كانت miscommunication، يعني مشكلة الاتصالات بين الوفد وبين القائمين على الموقع، وقامت سمو الأميرة ريما بنت بندر بالتواصل مباشرة مع السفيرة رئيس الأمريكية الوفد في واشنطن، السفيرة السعودية في واشنطن. نعم، بالتواصل مباشرة مع رئيس الوفد، وتم حل المشكلة. لا أعتقد أنها مشكلة حقيقية ولا تعكس ترحيب السعودية بالجميع في مواسمها السياحية والرياضية والفنية. يعني إشكال طوق وتم تخطيه ولا يعكس سياسة جديدة للسعودية. هذا صحيح. طيب دكتور خالد بطرفي أكاديمي وكاتب سعودي، نشكرك على هذه المشاركة. جيفري وتوماس، هل لديكما أي تعليق؟ جيفري ثم توماس.